يشرف عليها طبعا الكاف ومسؤولي اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي. اجرى النهارده لاعبو النادي الاهلي والجهاز الفني مسحه طبيه، المسحه الطبيه دي قبل التدريب المسائي النهارده، وطبعا ده وفق للبروتوكول الطبي بالاتحاد الافريقي الخاص باجراء المساحات الطبيه قبل المباريات الرسميه، وده شيء مهم جدا. بنطمن على لاعبتنا وبنطمن ان شاء الله ان كل المساحات تكون مساحات سلبيه، وده من ضمن الاجراءات اللي طبعا يعني بيحرص عليها الكاف بشكل كبير جدا جدا جدا، حرصا طبعا على سلامه اللاعبين وحرصا على كل الموجودين داخل ارضيه الملعب ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طبعا المسحه اهي، يعني بص اوحش لقطه بشوفها لما بشوف الموضوع ده، ربنا يا رب يعني ما يوري حد. انا بيقولوا الموضوع ده صعب جدا جدا، فده يعني كان الله في عونهم، والنهارده بيستعدوا برضو على كافه المستويات فريقنا وايضا فريق الوداد المغربي اللي هيقابلنا يوم الجمعه باذن الله. هو كمان النهارده بيجري المسحه الطبيه دي استعدادا المباراه اللي جايه. الجهاز الفني النهارده موسيماني كان بيركز على الجانب الخططي في مران الفريق اللي كان النهارده، الفريق كان بيخوض تدريبات قويه، موسيماني عمل اكتر من تقسيمه كان الهدف منها انه يطبق طريقه اللعب اللي عايز انه ينفذها خلال مواجهه الوداد اللي جايه. المدير الفني كمان كان حريص على انه يشرح الجمل التكتيكيه اللي بيرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل ارض الملعب، منح تعليمات خاصة للاعبين، وإن شاء الله طبعا يعني يأدوا أداء جيد ويسعدوا الجماهير زي ما أسعدونا في الشوط الأول إن شاء الله. هو دايما زي ما بنقول هي الـ 48 ساعة قبل المباراة دي بتبقى التدريبة الأساسية. طبعا بيبدأ موسيماني اليوم أو اليوم التدريبي النهاردة بعد الظهر بمحاضرة، محاضرة فيديو. المحاضرة الفيديو دي بتستغرق تقريبا من نص ساعة ل 45 دقيقة، بيشرح من خلالها بعض النقاط اللي حصلت في مباراة الوداد، بيقسم الفيديو إذا كان في حاجات إيجابية بيركز عليها وبيأكد عليها، والحاجات السلبية كمان بيركز عليها، وبعد ما بيشرح الجزء الفني دوت بيحاول كمان يطبقه جوه الملعب. يعني دايما زي ما انت قلت سهام بيطبق حاجة بيقولها قبل التدريب، بيتفقوا على جزء معين خططي بينفذه داخل التدريب. والنهاردة التدريب الأساسي يعني يعتبر التدريب الأساسي للمباراة اللي هو 48 ساعة قبل المباراة، وبيبقى كله حاجات تكتيكية ما فيهاش جزء بدني كبير. خلاص احنا تقريبا اللعيبة كلها على مستوى بدني عالي جدا، ما فيش حمل بدني، لكن كله حمل على المستوى الفني على المستوى الخططي. موسيماني بيطمن كمان على اللعيبة اللي كمان اللي كانت غايبة، ويعني بيأكد كمان إن شاء الله بإذن الله على الجزء الفني والجزء كمان المعنوي إن شاء الله، إن احنا بإذن الله نأكد إن احنا إن شاء الله في النهائي الأفريقي بإذن الله، يعني إن شاء الله يوم الجمعة نأكد تماما 100% إن احنا موجودين في النهائي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. نروح بقى لمروان، مروان محسن لاعب الفريق اللي انتظم النهارده كمان في المران الجماعي، وكان مروان زي ما قلنا امبارح بيشتكي من إجهاد في عضلة السمانة لما شارك في مباراة الوداد، وطبعا النهارده بيخضع لبرنامج تأهيلي. الجهاز الطبي اطمن على جاهزيته قبل ما ينطلق المران النهارده اللي كان النهارده بالليل. كمان انتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق في مران اليوم، وشارك لطفي في المران الاهلي بعد ما حصل على اذن بان هو يغيب عن مران الفريق اللي اقيم امبارح، كان في ظروف خاصه بيه. هو بينضم النهارده لمران الحراس تحت قياده يانكم بصحبه طبعا محمد الشناوي، مصطفى شوبير، واحمد طارق سليمان. ده صحيح. وزي ما احنا كمان شايفين في الصوره يعني كل الخطوط، يعني كمان في شيء مهم جدا بيحصل ان كمان موسيماني بيشتغل بالخطوط، يعني على مستوى الدفاع وسط الملعب. طبعا حراسه المرمى وعوده علي لطفي كان يمكن عنده عذر امبارح ما قدرش يحضر التمرين، لكن النهارده كان متواجد. اتكلمنا كمان على مروان محسن، لكن كمان جونيور اجايي لاعب الفريق بالنادي النهارده كان في جلسه في الجيم، يعني ما قدرش يخش التدريبات الاساسيه. ده كان طبعا جلسته في الجيم على هامش مران الفريق النهارده اللي كان موجود النهارده بالليل على ملعب التتش. اجايي برضو يعني خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران اللي كان النهارده، ومن خلال الكشف ده قال خلاص لا يبقى
يعني يكتفي بجلسة جيم داخل الجيم منفردا بعيدا عن الفريق، وإن شاء الله بإذن الله كلها دي استعدادات. يعني حتى مروان، إحنا كنا عارفين إن مروان كان واخد كدمة شوية، وإحنا كلنا شفنا الفاول ده، مروان خد كدمة شوية في السمانة أثرت عليه شوية، لكن النهاردة بنطمن عليه ورجع اتمرن مع الفريق. أجاييه لسه شوية هيخش إن شاء الله، ممكن هيكون بكرة موجود في التدريبة الخفيفة اللي هي التراي ماتش بكرة. فكل دوت إن شاء الله يعني بنطمن على لعيبتنا، وفي نفس الوقت بيبقى استعداد جيد بإذن الله لمباراة يوم الجمعة. أكيد إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه الاتحاد